قام صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة السليقة يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعدد من المسؤولين بالمجلس إلى محمية رأس سند بمنطقة توبلي، حيث اطلع على محمية نبات القرم أو الذي يحظى باهتمام مملكة البحرين متمثلا بالمجلس الأعلى للبيئة. وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة أن اهتمام مملكة البحرين بالشأن البيئي يأتي بفضل دعم وتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والارتقاء بها للحفاظ على المخزون البيئي في المملكة واستدامته. معربا سموه عن الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تشارلز لزيارته لمحمية خليج راس سند، والتي عكست الاهتمام الذي يولي سمو الأمير تشارلز بقضايا البيئة والجهود الرامية للحفاظ على مختلف أنواع الحياة الفطرية. والاطلاع على محمية خليج راس سند وما تتميز به من نبات القرم الأسود، وهو أحد أبرز أنواع نبات القرم والتي تنال اهتمام ورعاية خاصة من المجلس الأعلى للبيئة. كونها محمية طبيعية مسجلة لدى الأمم المتحدة ومتابعتها لما تحتويه من بيئة طبيعية تستقطب عدد كبير من الطيور المهاجرة والتي استوطن فيها عدد من أنواعها. وأكد سموه بأن زيارة سمو الأمير تشارلز كانت فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر حول تجربة البحرين في القطاع البيئي وجهودها وتعاونها مع التجارب ذات الخبرات المتقدمة كالمملكة المتحدة الصديقة التي تربطها مع مملكة البحرين علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى أكثر من 200 عام، يتواصل نموها وازدهارها بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة مملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية. وقدم سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة إيجازا لسمو ولي العهد المملكة المتحدة حول الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للبيئة للمحافظة على هذه المحمية وما تحتوي عليه من أشجار القرم والحياة الفطرية، والتي تعتبر مصدراً لتغذية البيئة البحرية وتهيئة كافة الإمكانيات عبر الخطط الاستراتيجية التي وضعت للحفاظ عليها والعمل على إحيائها وإنمائها. وذلك لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات النباتية والحيوانية والفطرية. من جانبه رحب سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة لمحمية رأس سند وما يبذله سموه من رعاية واهتمام بالجانب البيئي، مؤكدا حرص مملكة البحرين متمثلا بالمجلس الأعلى للبيئة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الحكيمة واهتمامها في الحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي وتقديم كافة الإمكانيات من أجل تحقيق مبادئ الاستراتيجية البيئية للمحافظة على الطبيعة التي تمتلكها مملكة البحرين وخاصة المحميات البيئية ومنها منطقة رأس سند في توبلي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ كافة المعايير لمواصلة تطوير السياسة البيئية في البحرين ومواكبة كافة المستجدات على الساحة الدولية من خلال الاطلاع على التجارب الحديثة لتحقيق الأهداف التي يسعى الجميع في مملكة البحرين لتحقيقها من أجل الحفاظ على مثل هذه المحميات البيئية المنتشرة في مملكة البحرين وتنميتها والتي تستقطب الطيور المهاجرة وجعلها آمنة ولها طبيعتها المتميزة. وقال سموه أننا في المجلس الأعلى للبيئة نسخر كل الإمكانيات من استراتيجيات حديثة بالمشاركة مع الأمم المتحدة للحفاظ على المناطق التي تحتوي على نبات القرم والحياة الفطرية وذلك لما لها من أهمية بيئية بالغة، مشيرا سموه إلى ما تمتاز به مملكة البحرين من تنوع بيولوجي فريد قد لا يتوفر في العديد من الدول.
وقدم سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا رئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة عرضا مرئيا تطرق من خلاله لأهم أوجه تمييز البيئة البحرية في مملكة البحرين، وذلك عن طريق احتضانها لنبات القرم الأسود، وهو أحد أبرز أنواع نبات القرم من أصل 80 نوع منتشرة حول العالم. كما نوه سعادته للأهمية الحيوية التي يلعبها نبات القرم في بيئة مملكة البحرين، كونه أحد العوامل البارزة لتغذية البيئة البحرية ورفدها بأهم المغذيات العضوية اللازمة لتغذية يرقات الروبيان وصغار إصبعيات الأسماك، علاوة على كونه ملاذا آمنا لآلاف الطيور المهاجرة على مدار العام. حيث تحتضن بيئة نبات القرم في خليج توبلي ما لا يقل عن 45 نوعا مختلفا من الطيور المهاجرة، والتي تتخذ من هذه المنطقة ملجأ لها. وأشار سعادة الدكتور محمد مبارك بن دينا إلى أهم جهود حكومة مملكة البحرين الموقرة متمثلة بالمجلس الأعلى للبيئة والرامية لصون بيئة نبات القرم، وذلك عن طريق إطلاق مشروع وطني طموح يتمثل بإنشاء مشتل لزراعة شتلات نبات القرم في منطقة خليج توبلي بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وعددا من مؤسسات المجتمع الوطني، وذلك تجسيدا لأهم مبادئ الشراكة الوطنية.